السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ رجعنا بعد انقطاع تام لمدة أسبوعين بسبب الزلزال يلي صار بتركيا وسوريا. الله يرحم كل الناس اللي توفت ويشافي ويعافي المرضى والجرحى. إن شاء الله تعالى الله من عنده يغفر لنا ويصلح أحوالنا، وإن شاء الله كل شيء بصير للأحسن. بداية، أول ما بلشت هاي الأحداث كثير ناس يعني صارت تنشر فيديوهات وأشياء، كثير ناس قالت إنه قبل الزلزال يعني إنه في ناس انتشرت صور أو فيديو لحيوانات، مثلا الكلاب عم تعوي أو الطيور مثلا بالليل عم تطالع أصوات. وطبعا بدنا نشوف مع بعض الفيديوهات. أنا بالنسبة لي يعني هذا الفيديو اللي فيه هذا صورة الكلب اللي هو عم يعوي بالليل، انا ما بحسن اكدها او انفيها، ولكن في كتير يعني في شباب هون اصدقائي عم يحكوا لي انه لا بالفعل انه سمعوا اصوات حيوانات او كليب او هيك عم تعوي يعني بالليل حوالي الساعة 4 قبل الزلزال بفترة، ولكن انا بالنسبة لي كنت نايم بهذاك الوقت، فما بحسن انه اجزم بهالشي او انكر او اصدق هذا الشيء. ولكن كتير ناس انتشر هذا الفيديو كتير، وكتير ناس انه قالت صح سمعنا هذا الشيء وهذا الشيء يعني حصل. فسبحان الله في كتير ناس بيقولوا انه الحيوانات عندها قدرة او عندها الحاسة السادسة وبتحس بهي الاشياء قبل ما تصير، فسبحان الله العظيم. وفي فيديو معنا كمان انه شلون الطيور النوارس بالليل صارت طالع أصوات أو صارت تطير يعني حوالي الساعة 4 بالليل قبل حدوث الزلزال بفترة وجيزة. طبعا هون كانت الخلق كله نايمة، فلما بدأ الزلزال يعني كان شيء صراحة شيء رهيب، يعني بداية شيء ما فيك إنه توصفه، تحس الدنيا كلها عم تهز فيك، والصوت يعني سبحان الله صوت رهيب جدا، يعني صدقاً شيء فوق الوصف. يعني رب العالمين إذا إن شاء الله ما ينعاد هذا الشيء، والله يصرف عننا وعن كل مسلم. ما عدا الأرض صوت رهيب جداً، ما عدا البرق والرعد. أحوال الناس داخل البيوت وقت اللي صار الزلزال بهذا الشكل كان. طبعاً هاي الفيديوهات اللي انتشرت على المواقع يعني على اليوتيوب او على التيك توك، فهي كانت احوال الناس في لحظة الزلزال. نسأل الله اللطف والعافية. وهذا الفيديو من محل تجاري شلون صارت الهزة وايش صار يعني بالمحل يعني. فسبحان الله يعني وقت اللي انا بحط هاي الفيديوهات او بنزلها وكذا، فصدقا يا شباب شيء بوقف شعر الراس. نسأل الله العافية وإنه ما يرجع يتكرر هالشي ببلادنا ولا ببلاد المسلمين. طبعا مثل ما كنتم شايفين إنه يعني شيء رهيب، شيء فوق الوصف. الأرض كأنه كلها تنزاح من محله، يعني هلا في هذا الفيديو يعني البيت والسيارة كأنه موج بحر، كأنه موج أو كأنه بالبحر السيارات ولا البيوت. بالصبح وقت اللي ناس فايت يا لطيف الكارثة كانت كتير، يعني ما كان حدا متوقع. بنايات عم تنهار، بنايات 6 طوابق و7 طوابق و10 طوابق بتحسها واقفة ما فيها شيء، وبفعل هزات الارتدادية اللي اجت، فسبحان الله يعني بنايات وقعت من بعد الزلزال الأول، صارت في بنايات توقع بالهزات الارتدادية يلي اجت. نسأل الله العافية. سبحان الله يعني كتير الناس تضررت وكتير ناس فقدت أهاليها وأصحابها وناسها. سبحان الله هذا اللي صار فينا. الصبح طبعا اتكشفت أكثر يعني دمار مثل ما كنتم شايفين الخراب، سبحان الله بفعل هزات ارتدادية. طبعا هذا يلي صار فينا يعني شيء فوق الوصف. الطرقات حتى مثل ما نكون شايفين يعني الطرقات كمية الدمار اللي صارت يعني دمار كبير جدا. هذا حاليا اللي بحسن احكي لكم اياه عن اللي صار معنا.
ونسأل الله تعالى العافية وأنه ما يتكرر هذا الشيء، والله يصرفوا عننا ويبعدوا عننا. هاي باختصار اللي صار فينا، وسبحان الله يعني إن شاء الله الجرحى طيبوا، إن شاء الله الله يتغمد اللي توفوا برحمته، نسأل الله العافية. وهذا اللي صار معنا والحمد لله على سلامة الجميع. طبعا أصدقائي هذا اللي صار معنا بشكل موجز يعني، وإن شاء الله تعالى الكل عم حاول يبلش من أول جديد، فإن شاء الله تعالى بحاول أكون معكم أول بأول ونرجع ننزل فيديوهات ونرجع نتفاعل مع بعض. وحاليا هذا الفيديو انتهى يعني، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.